بكرة المولد النبوي الشريف إن شاء الله، مش كون نهار السبت، ما ديما نعرفوا الاحتفالات على قدم وساق في ولاية القيروان ومختلف ولايات الجمهورية، خاصة الخصوصية في ولاية القيروان في انتظار واستقبال زوارها. هل أنه مازلنا نحضروا للمناسبة هذه الدينية كما قبل؟ مازالت الديار التونسية تحتفي بالمولد النبوي الشريف وإلا ليه؟ إذن نحب نعرفوه معكم أنتم ونأخذوا أراءكم. تليفوناتكم على 70 035 120 وإلا 77 288 289، تحضيراتكم للمولد النبوي الشريف. انا كنت نحكي معاه في الاوف، مازلت ما شريتش زقوق ولا شريت ايمن الزقوق، مازلت ما شريتش انا بيرسونيلمون، مازلت ما شريتش الزقوق زيد كيف كيف، لانه نخرجوا نعملوا دوره هكا في الاسواق، دوره في شوارع مدينه القيروان اللي هكا تزهى وتنور، خاصه في ايام المولد النبوي الشريف، وقتها نلقاو القيروان عروس، خلينا نقول ولايه القيروان، كل سوا من خلال النظافه، كل سوا من خلال التحضيرات، كل سوا من خلال الريحه هكا نشموها نتاع المولد. زيد كيف كيف نحكي لكم على الازياء واللبسه وكل هذيك. علاش حاضره معنا كوثر اليعقوبي مصممه ازياء؟ مرحبا كوثر. مرحبا، شنو احوالكم؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. انت شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. اي الحمد لله. هكا شويه خدمه في المولد، تحضيرات يحبوا هكا الطايعه نتاع ديجا عامله كوليكسيون نتاع الفيلور، جبيب الفيلور ان شاء الله نروح نهار السبت. اي فما 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 حاجات جبيب الخمري نتاع الموسم. أنا حمزة، هو حمزة بشيخ يفهم برشا في القماشات، عرفت كي قلت نحس انها هكا روحي مانيش فيه ما حد شاي بين انواع القماش. تحكي انت وياه تبارك الله المره اللي فاتت على انواع القماش، قلنا برشا انواع نتاع قماش، خاصه للجب للحنا ديجا نقولوا معناها اللي نتفرجوا فينا على الستريمينغ لايف على الباج في الفيسبوك، لابسين ديجا اللبسه التقليديه، لابسين الجبيب. هنا يا كوثر برشا ناس تميح للقفطان للجب، اسكو يجيوك باغ اكزومبل نقولوا احنا الكليون باش تجيك تقول لك انا نحب الحاجه الفلانيه، ولا انت تنجم تقترح عليها تقول لها مثلا راهو تطلع عليك حاجه اخر من حاجه هذه، تمشي عليك خير من هذه، تشرق عليك كل حاجه هذيك، كيفاش تكون هكا المعامله؟ المره اللي فاتت ما نحكينا على المورفولوجي نتاع البدن، يجيوني الحق اي الكليون تجي بالمناسبه نقدم لهم التحيه، نقدم لهم الناس الكل من منبر الحياه فهم كلهم اكيد نوجه لهم تحيه ونقول لهم ان شاء الله مولدهم مبروك ان شاء الله، ربي يفضل الناس الكل ويفرحهم. عادة يقولوا شنو مثلا تجيني هما راهم يجيو يراو تصويره يشوفوها، خاصه مواقع التواصل الاجتماعي نعرف انفلونسي بهم برشا. نحب كيفها نبدل لها رايها، صدقني تخرج بحاجه اخرى، خاطر كل واحده وشنو يطلع لها، وكل واحده وشنو اللي باش تبين لها مزيانه، خاطر تنجم تشوف القطعه هذيك مزيانه على عبد هذيك باغ كونتخ على عبد اخر تقول مش طالع لي مش حلو. مش حلو توا انت ريت مثلا الجبه اللي لبستها محليها عليك، يعيشك. فما عباد اخرين ما تطلعش عليهم، يطلعوا سامحوني في الكلمه مكعبرين ما تجيش عليهم، فهمت؟ اي معناها ما تعطيش، ما توريش الفالور نتاع عبدانها، ما تعطيش ما تشرقش عليها. وبدلوا لها رايها، يعني قلت لك ديجا دخل نحن قاعدين نزينوا في تراثنا، قاعدين نستوحاو من تراثنا، ريت تراثنا الكل باش يرجع، باش نرجعوا له. ديجا الفيلور رجع كثره في القفاطن، في الفوطه والبلوزه، في الجبايب مع الحرج، الحرج معناها الحرج والطريزه نتاعنا، كيفاش نطرزوا العربي بالحرير، باش نحكيو عليهم الكل، باش نحكيو على السفسيري. اي خاصة تو فما الخرجة القروية بالطبيعة هذيك اللي يخرجوا فيها بالسفسيري والحايك وانواع السفسيري، معناها الخطر نحن نعرفوا حاجة بركة من السفسيري، سفسيري الحرير، وهما كانوا انواع وبالحق انواع مختلفين، وكانوا يصنعوهم بيديهم الصناعة التقليدية الحرفيين اللي ماشية وتندثر بالحق ما عادش موجودي، واحنا على اندثار هاو، خاطر عنا تليفون يستنى فينا على اندثار السفسيري ولا والحايك، حتى اللي كان خاطر قبل كانت المرأة تخرج بالحايك تو من وجهها كان العينين والعينين اللي تبدا مغرغرة بالكحول، خلينا نقولوا والله يحكموا عليهم ليه هكا هكا ما عنديش نعرف باش هكاك ما يظهرش زين العينين وما يظهر حتى شيء، كانت الحشمة والسترة لا. احنا نحكيو في تاع حديثنا على العادات والتقاليد كيفاش تبدلت بين قبل وبين تو، وتو خاصه المولد نعرفوا مناسبه دينيه ديما تكثر فيها الاحتفالات والعادات نتاعنا. هل انه تونسي مازال يحتفل بالعادات والتقاليد هذوما؟ حاضره معنا مدام صابره، مرحبا بك مدام صابره. وفيك يعيشك الله يبارك لك، نهنيكم الساعه بالمناسبه دي السعيده. يعيشك بارك الله فيك.
وديما كلكم احلاكم ومحلى برامجكم. يعيشك انت احلى وما يحلو كان بوجودكم وتليفوناتكم اكيد انس الكل. مدام صبري اكيد احديثنا على المولد النبوي الشريف، التحذيرات كما نعرفوا علاقه دم وساق خاصه في الديار التونسية، وكما نعرفوا خاصة الديار القروية اللي الطابع متاع المولد معروف علينا احنا القراوة اللي كانت قبل فما عادات وتبدلت العادات وإلا ما تبدلتش. حابين ناخذ رايك في الموضوع هذا. عايزك مرحبا بك. والله بالنسبة لي أنا العادات ما زلت هي فهمت، عادات جدود نمشيو بها فهمت. نقولوا نحن وساق وداد على قناة حياة، هذاك هو اللول الساعة يبدأ فك المبخرة الصغيرون نحاس فهمت، ندهن نبيض الحقيقة ومن بعد ندخلوا في العصيدة العربي والعزيكة العصيدة البيضة ونعملوا عصيدة الزقوق وكل الناس هلا هاي معناها نحتفلوا به الحقيقة مولد سيدنا نحتفلوا به. بل انت حكيت على العصايد مدام صابرة، قلت تعمل العصيدة البيضة وزيدة كيف تعمل عصيدة الزقوق. وهلا احنا من العادات متاع القرى وش يقول لك، يقول لك نخليوا نهار المولد للبراينية، هما يدوروا في البلاد يكتشفوها يشوفوا المعالم متاع القروين الأثرية يعملوا زيارات متاعهم. انت من الناس اللي تخرج في المولد تعمل دوره حتى بالصغيرات، وخاطر توا خاطر دغنيغ ما ولينا نعملوا مهرجان المولد النبوي الشريف اللي تبدا فما حفلات فما تظاهرات. دونك شنو انت في المجال هذا تخرج ولا ما تخرجش؟ والله العظيم انا بالحقيقه نخرج في الليل اللي هيدم اللي فما سهريات وفما حفلات والكل، اما مين مثلا ليله المولد الحقيقه ما نخرجش مقبل مش منطو أول. أنا مثلا نخدم فهمت ما نخرجش، وهي معناها خدمتنا نحن في الوقت الاحتفالات والمواسم والكل. أما بالنسبة لأولادي ما نجمش نمنعهم يمشي ويحوصوا كما الناس، خاصة اللي تبدأ حافلة مدام صبرا حتى باش تبع في صغيراتك ما تبداش تبدأ مطمئنة. كل مرة تسمعي في الفصلية فما حفلة في والجامع الكبير فما حفلة في السيد فما حفلة كما نقولوا فيها الشباب ينتشر يحب يتفرهد يحب هكا هو. وخاصة نعرف احنا القروين تنتعش في مثل هالمهرجان كيف سؤال 27 في رمضان في المولد المناسبة الدينية 27 المولد بالاخص المولد يعني مناسبة مرة تجي في العام هكا نستقبلوها معناها نستقبلوها بالفرحة ونتفرهد ويخرج ويرى فما حاجات مثلا ما يراهاش وما يشوفهاش بيصير الايام. تحسشي مدام صابرة فما حاجة تبدلت على قبل في المولد في الاحتفالات نتاعنا؟ لا فما من ناحيه تبدلت فما تبدلت. قبل كانت مثلا في مولد كي تبدا مثلا خاصه المدنيات في الدار تبدا تحب تعمل هكا لبسه نقولوا نحن تقليديه، تعمل جبه بالطريزه تعمل فما قبل كانوا يعملوا برشا حاجات توا لا توا لبسه عاديه واخرج فما تعمل عصيتك تخف لف وبدل دبشك واطلع عصر. وتوا اللي وليت زاد دارجه مدام صابره لي على الانستغرام تلقاها لي على الفيسبوك ثقافه اللي هبطوا تصويرات خاصه في المولد تلقى المراه لابسه جبه هكا مزينه وصحفه العصيده كيفاش مزينتها. دخلنا في ثقافه الفيس ثقافه شو. هل انت من العبيد اللي معاك وانك تبارتاجي الحاجات هذوما للعبيد والا لي نخلي كل حاجه بست الربي واللي يصير في الدار هذيك هو في الدار مانيش معناها نوريوش حياتنا اللي في الدار على الفيسبوك؟ هي توا مش نحكي لوجيك، هي قبل ما كانتش التليفونات وما كانش الفيسبوك وما كانش حتى شيء نتصور حتى قبل لو كان جاي موجود راه كانت العباد تصور وتهبط فهمت. قبل ما كانش توا بموجب معناها فما والكل كل انسان راه هو مش فخره، هو انسان فرحان راه مش يفتخر هو فرحان. انا والله نعملها الحقيقه مش نكذب عليك. انا مثلا نعملها نحط الكانون في المبخره ونحط الكيكه صحابي ولادي دايرين بجنبي كوني انا احتفال بمناسبه مانيش مثلا ساعات الانسان يسهل باش يخمم في الغير عنده ولا ما عندوش فهمت. هو جست مو معناها انسان فرح بك المناسبه وكهو فوالا فرحه هي الفرحه ونعبروا عليها بالطريقه هذيك صحيح. وعلى فكره توا برنامج عصيده زقوقو يا لندرا تعرفوها انتم القصه نتاعها الاصليه زقوقو كيفاش ولا هو عصيده نتاع المجاعه كيفاش نتاع كي كانوا قبل العباد يجوعوا كانوا من زقوقو يطيبوا العصيده هذي، اما توا ولات فخره عاد ما عادش نتاع العصر هذيك العصيده. لا هي كانت في عهد البيت عهد البيت كانت فما وحده خادم كان مازال عندكم الوقت خلينا نحكي لا لا تفضل مرحبا بك. كانت وحده خادم في عهد البيت كان زقوقو تعمل فيه صنفه وتقدم فيه لسيادها. نهار هي قاعده تعمل في الهديه في الصنفه ولدها جاب حداها كيما نقولوا احنا صغار ما تركحش دز الصحفه طيحينها في الماء. كيفاش الخادم هذه مش تلمك الزقوق وتقدمه للبيات نتاعها؟ اي وحلت شدتك الزقوق هذاك بدات هما يقولوا تقيق قبل تبدا تزيد بشويه تدقيق في الماء تدقيق في الماء لين ولات لها خلطه. شفت اني عصيده نتاع زقوق هذاك باش انتشرت في عصيده نتاع زقوق راهي. ريت معناها رب صدفه.
اي خايف هي هذيك الفازه اللي ولا معناها ولات هي حسيت الزوق. اما هي كانت قبل يعملوا بها الصمصه نتاع البيات. اي ويقول لك زاد يعملوا البقليوه نتاع الزقوق قبل منها الصمصه نتاع الزقوق والبقليوه نتاع الزقوق. هي هذه هي في نفس الانتوراج عرفتي الصمصه بقليوه حلو والمشيد نتاع الزقوق والصمصه وكلك عابر وكل تقدم فيهم للبيات. اي هاكا تطور هو تو مدام صابره الزقوق ولينا نعملوا به من العصايد حتى نعملوا به البسيسه نعملوا به لي جاتو فما برشا حاجات تطورت ولينا نمشي يعني يمشي لاي حكايه. اي الزقوق ونعملوا منه بسيسه الدرع بسيسه الدرع بسيسه نتاع الدرع البسيسه اللي تعملها لحراير لحراير الزمنيه اي بسيسه الدرع ونعملوا منه للشريحه تتعمل بالزقوق ونعملوا له نعملوا منه للنافس الكرويه والتابل المرحي ومعاه الزقوق هو منفع وبالطبيعه نعملوا منه حاجات اللي تحب تصنف تصنف واللي تحب تعمل راهي تعمل من لا شيء تنجم تخلق شيء حتى انت قاعده في الدار تاعك تفتف تستنبط تعمل حاجه. اي فوالا هذه هي معناها حكايه الزقوق ومازال تحنا عندنا دي بلاتو سبيسيال باش نحكيو برشا على الزقوق اللي تو تو اللي مسابقات يعملوهم في شكون الطيب احسن عصيده نتاع الزقوق ويذوقوا. انت مدام صابره رايك يا مخير عصيده البيضه ولا عصيده الزقوق؟ والله انا بالنسبه لي انا نحب العصيده البيض الاخرى محببه شويه وبرا اما بالنسبه لاولادي بتبيع عصيده زقوق ونعملها راني نهار المولد الصباح راني نعمل على عصيده البيض تعمل العصيده البيض وهذيك هاي تقعد شويه تقيسه قبل ما كنتش ما خلطنالوش الواحد ما يكذبش ما يسالش بشويه زيت زيتونه بيا وكلها منفعه. اي نحطها واللي يحب ياكل هذه ياكل واللي يحب ياكل هذه ياكل. اي يعطيك الصحة يا مدام صابرة هذا هو هو به كنحافظوا على العادات والتقاليد نتاعنا خاصة ما فيها بيس نبداو بالعصيدة البيضة وخاصة انه كل قدير وقدر ديما يقعدوا خاطر احنا ربي ديما العبد ينظر مثلا انا نهار مش هو اللي مما مماتي قبل كانت تعمل في العصيدة البيضة وتعمل معاها في عصيدة الزقوق حط ما يسالش توا زاد فما الجلجلان نجمو نزيدو شويه عصيدة الجلجلان نحطوها زاد خاصة اللي هو فيه برشا منفع الجلجلان في غني بالكالسيوم. الحكاية فارغة والله له مصروف كيف كيف العصيدة البيض. وبنينا الحقيقة معني عصيدة الجلجلان مش بالضرورة لكل قدير وقدر اللي ما يخلطش على زقوق اللي توا تقريبا كيلو ب 30 دينار اللي ما يخلطش على زقوق وما فيها بيس هكا هي الفايدة في اللمة واحنا عملنا حتى حصة قلنا الفايدة ما نربطوش المولد هذايا بالما بالعصايد نربطوه زادة بسيرة سيد النبي وقتها نحدثوا صغيراتنا نعلموهم نوعيهم تكون عندهم ثقافة دينية مبنية على أسس صحيحة وهذا هو المغزى من المناسبة هذه مع الفرحة ولمة العيد. اي يعيشك يعيشك ديما معانا وحفلوا هنا على ليله المولد. اي اكيد مش نحفلوا هيكم ابتداء من اليوم. انا نبدا نخدم والراديو بحذايا هذاك اللي عمل الجو سهرني راه ابتداء من اليوم حضر روحك يا مدام صابره. اي ان شاء الله ان شاء الله مولدك مبروك يا مدام صابره. ميرسي بوكو على الانترفونسيون تليفونيك معانا تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289 احتفالا بالمولد النبوي الشريف. هل انه ما زالت عادات التونسي في الاطار هذا واحتفال بالمولد النبوي الشريف محافظين على العادات والتقاليد نتاعنا؟ ولايه القيروان شنو التحضيرات نتاعها اذا باش نعرفوا باكثر تفاصيل في فورم الحياه. حاضره معنا زاده كوثر اليعقوبي مصممه ازياء باش تحاول تعطيكم هكا ديزاستيوس على جبيب واللبسه وشنو وكيفاش تحضروا رواحكم لنهاير المولد.